هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف التعامل مع السيول واللي تعرضت ليه محافظة مطروح، وجه بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتي الإسكندرية والبحيرة وغيرهم لمساعدة الجهات التنفيذية في مطروح في التعامل مع أثار السيول. كمان امبارح يا شاذلي دكتور مصطفى مدبولي وجه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ببدء اعلان نتيجه مسابقه شغل وظائف معلم مساعد بوزاره التربيه والتعليم. تفاصيل واخبار اكتر هنشوفها في التقرير التالي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف التعامل مع السيول اللي تعرضت ليها محافظة مطروح. وجه رئيس الوزراء بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتي الإسكندرية والبحيرة وغيرهم لمساعدة الجهات التنفيذية في مطروح في التعامل مع أثار السيول، وشدد مدبولي على توفير مختلف الإمكانات اللي بتحتاجها المحافظة لسرعة حل أي مشكلة نتجت عن مياه السيول سواء بالطرق أو المرافق العامة وغيرها، مؤكداً المتابعة الدائمة للموقف. امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني. وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين، وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستعداد لمسابقة شغل 30,000 وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير 2024. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة بفضل المشروعات التنموية العملاقة اللي اتعملت خلال التسع سنين اللي فاتوا. ورصد التقرير الرؤية الدولية الإيجابية في ملف تنمية سيناء، حيث أشارت مجلة المونيتور لتقديم مصر حوافز كبيرة لمواطنيها للانتقال لسيناء في إطار جهود الحكومة للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في سيناء. كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، واللي بتضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدر لتوفير فرص العمل. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع مختلف الدول لدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق بحري خوسي نونيز تورنت قائد العملية البحرية الأوروبية أطلانتا، وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن البحري بالمنطقة بالإضافة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. كمان التقى قائد القوات البحرية بقائد العملية البحرية حارس البحر التابعة للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطي على هامش زيارة عدد من سفن العملية لقاعدة الإسكندرية البحرية، وده بحضور عدد من الملحقين العسكريين. تضمن اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالحفاظ على الأمن البحري بالمنطقة بالإضافة لاستعراض الأنشطة اللي تم تنفيذها أثناء التدريب البحري العابر في نطاق الأسطول الشمالي بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية التابعة للعملية حارس البحر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفارتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي، وده استمراراً لسلسلة الزيارات اللي بتنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بمصر لتعزيز أفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمؤسسات المختلفة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد مشروعين للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة، وده لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث. وتم خلال المشروعين تكريم عدد من أسر الشهداء اللي ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار تلاحم كافة أطياف المجتمع المصري مع القوات المسلحة ومشاركتهم لاحتفالات بذكرى مرور 50 سنة على نصر أكتوبر العظيم، استقبلت الكلية الجوية وفد برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لتقديم التهنئة لقواتهم المسلحة بهذه المناسبة ومشاركتهم الاحتفال بها. وأشار أعضاء الوفد إلى أن التاريخ سيذكر دائماً رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من تضحيات لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع والتقاط بعض الصور التذكارية.